السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. الصدر يجمد سرايا السلام في جميع المحافظات باستثناء سامراء وما حولها. أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الخميس تجميد سرايا السلام في جميع المحافظات باستثناء مدينة سامراء وما حولها باسمه تعالى على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها، فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة. وبدورنا ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إن وجدت بما فيها سرايا السلام، ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين سامراء وما حولها أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي. وبخلافه فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقا، فترهيب وإخافة المدنيين وأرعابهم أمر محرم وممنوع، والاقتتال الداخلي محرم وممنوع.